عبد الناصر اللي هتشوفوا صور استشهاده النهارده وهو بيتقتل بدم بارد على ايدين القناصه في قلب ميدان التحرير. لازم تعرفوا ان قبل الثوره اتلفقوا قضيه ارهابيه هو واخوه بتتهمهم بتفجير كنيسه في اسكندريه. تخيلوا بقى اللي هتشوفوا صور استشهاده وهو فتح صدره للرصاص الحي وهو اعسر معهوش اي سلاح. ده متهم هو واخوه ان هم ارهابيين في غايه الشراسه لدرجه ان هم فجروا كنيسه. اللي لفق لهم القضيه دي ضابط حقير في امن الدوله فرع اسكندريه في قسم الجماعات الاسلاميه اسمه هيثم خليل. ملفه اسود وقذر وياما وقع تحت ايده ناس اتعذبت واتقتلت. انا بقول اسمه على الملا علشان خلاص الناس دي ما عادش ليهم حصانه لان البلد دي دفعت ثمن حريتها غالي قوي من دم ولادها اللي زيحنا. ومش بعيد بكره تلاقيهم مطلعين كلابهم في كل وسائل الاعلام يقول لك اهو ادي واحد من اللي بيقولوا عليهم شهداء طلع ارهابي هو واخوه. انا بس عايز الناس تفكر وتسال، هو في ارهابي ويفجر كنيسه كمان؟ يعني يقدر يوصل للمتفجرات في اي لحظه ينزل يطالب بحقه وحق بلده في قلب ميدان التحرير وهو معهوش حتى مطوه؟ القضيه دي اتلفقت لاحمد واخوه علشان خاطر البيه الحقير هيثم خليل ضابط امن الدوله كان بيتحرش بمرات احمد اللي هي زميلته في الكليه، والموضوع ده ما عادش يتسكت عليه وخلاص لازم يطلع للنور وقريب قوي هنعلن عن كل تفاصيله. وللاسف احمد واخوه لا خضعوا لتحقيقات عادله ولا وقفوا قدام القاضي الطبيعي. احمد فضل هربان لحد ما استشهد، ومحمود اخوه خافوه ورا الشمس ويا عالم هو فين دلوقتي، ومش بعيد يقتلوه هو كمان عشان يداروا الحقيقه. أنا بقول لكل الناس اللي بتشوفني وبتشوف كلامي وبتسمعني، لو البلد دي ضيعت حق أحمد في العدل وهو حي، مش لازم أبداً حقه يضيع بعد ما استشهد وهو بيجيب لها حقها. يا ابني، أنا بعون الله عارف ومتأكد إن ربنا مش هيضيع حق ابني هو أخوه. ولما النظام الفاسد ده يغور في 60 داهية، لازم الناس هتعرف حقيقة الكذب اللي كانت عايشة فيه أكتر من 30 سنة. لازم الناس تفوق وتصحى، لازم الناس تعرف. تعالوا شوفوا بيعاملوا ولادنا ازاي جوه بعد ما قتلوهم. هم عايزين منهم ايه تاني؟ خايفين منهم بعد ما قتلوهم؟ تعال يا مصر، تعالوا شوفوا شبابك اللي زي الورد غرقانين في دمهم مرميين جوه المشرحه مضروبين بالرصاص في صدرهم وفي دماغهم، مش عايزين يدونا تقارير طبيه مظبوطه. ليه؟ عشان ايه يعني؟ هما بيحموا مين؟ بيدافعوا عن مين؟ لازم يعني نتجمهر ونعمل مظاهرة ونهدد باقتحام المبنى. احنا هنقتحم المبنى ده دلوقتي. لازم يعني عشان يعاملونا كبني ادمين. احنا مش هنمشي من هنا يا اخوانا، ولا هنستلم جثث ولادنا، ولا هندفنهم إلا بالتقارير الطبية الصحيحة المظبوطة. إحنا ما بنخافش من ضباط أمن الدولة، وعارفين إن هما بيضغطوا على الدكاترة، لكن برضه في دكاترة شرفة بيخافوا ربنا، وعارفين إن مفيش حاجة تنفع الإنسان لو باع ضميره. إحنا هناخد تقارير طبية سليمة صحيحة وهنحاكمكم بيها إنتوا وأسيادكم، وإحنا وراكم الزمن طويل. ده إيه شغل المسرح ده؟ إيه ده؟ ده ليس يقول لك ان افلتتم من عداله الارض، لا انت افلتتم من عداله السماء. ابنك اتقتل يا حاج، الله يرحمه، يعني لازم يلبسها فينا؟ ما البلد مفتوحه لخد المتامرين، واجهزه المخابرات كلها بتشتغل علينا، اي حد يتقتل يبقى احنا اللي قتلناه. خد يا ابني. طيب يا باشا. عايزين نتكلم فرع رشيد عشان نتابع معاهم جنازة الواد لما توصل هناك. ايه؟ مالك مستغرب كده ليه؟ انت مش سامع هو بيقول ايه؟ بيقول لك خلاص لقوا اللي هيعمل لهم التقرير اللي يرضيهم، يعني اكيد استلموا الجثه وهيستلموها. والواد اخونا هربان ده بقى اكيد هيظهر عشان يحضر الجنازه، اكيد مش هيفوتها. بس هيثم بيه الاوضاع هناك متوتره اكتر مننا، وحركه الضباط في مدينه صغيره زي مدينه رشيد دي بتبقى اصعب من هنا طبعا. انا قلت عايزهم يقبضوا عليه من اول مره. أنا عايز أعرف هيوصل فين في رشيد. أكيد مش هيوصل بيتهم طبعًا. أنا عايزهم بس يتابعوه. يعرفوا هو فين ويبلغوا الشرطة العسكرية. وهم يتعاملوا معاه بقى زي ما يتعاملوا مع المساجين الهربانين. إيه؟ مش هنعرف نوصل لمعلومات كمان؟ أمال فين كارما المخبرين اللي شغال معاهم؟ الواد ده إرهابي ومحبوس بأمر قضاء. أنت مش شايف بيقول علينا إيه؟
بيشنعوا علينا بيقولوا كلام رخيص؟ ايه؟ هنسكت لهم؟ شوفني الظابط اللي كان ماسك ملف الواد ده، خليه يجيني او يكلمني. يلا خلصنا. حاضر يا باشا حاضر. شادي يا ابني. لا يا عم افضل هنا مع احمد. ما هو احنا لازم نطلعه فوق لحد ما يجي مع صلاه الظهر، وانا لازم اطلع دلوقتي عشان امهد عند والدته. الله يكون في عونك يا عم، معلش خلينا نايم. توكلت على الله. ما تجرب حظك وتيجي معانا وخلاص. مش عايز اخاطر، اكيد هيبقى في لجنه على اول البلد مش عايز تمسك فيها. مش عايز اي حاجه تمنعني ان احضر الدفن. مش كفايه مش هحضر الصلاه والجنازه. بس حاسه ان مش صح نسيبك كده يعني في المدافن لوحدك. بص انا هستنى معاك. مش هينفع يا منى، راجيه مش هتعرف تروح البيت لوحدها. وبعدين انا ياما لعبت انا واحمد في الطلب دي زمان. الله يرحمه بقى، ما كانش عارف انه هيزورها قبل الاوان. الله يرحمه. طيب نمرتي معاك يعني لو في حاجه كلمني. حافظ الله. خدوا بالكم من نفسكم. مش انا اللي عاملها. ما انا قلت لك احنا الاثنين نعملها مع بعض. أي ورايحة فين بس؟ ايه يا عبد الناصر؟ ايه؟ ده اسمه كلام بردك؟ بلاش ابص على ابني قبل ما يزفوه. هو في زف من غير ام العريس؟ صحتك صحتك يا فاطمة مش هتستحملي يا حبيبتي، احنا ما صدقنا الحقنة فوقتك. حقنة ايه وزفت ايه؟ عيب الكلام ده يا عبد الناصر، عيب. ده انت عارف ان انا جامده قوي، انت عارف كده كويس، وياما استحملتك انت وعيالك وما نخدش ابدا.
هي الخضة، الخضة بس اللي كانت بتتعبني، إنما خلاص أنا دلوقتي مش مخضوضة، أنا عرفت اللي حصل، عرفت اللي حصل، وحمدة وشاكرة وراضية يا رب، وعلى راسي من فوق يا رب، وعلى راسي من فوق يا رب. أنا ست مؤمنة وعارفة، عارفة إن كلنا آخرتنا الموت يا رب. إيه؟ إيه؟ بتبصولي كده ليه؟ ده هي بنت التوالي بتعيطوا ليه؟ هو الحزن بالعياط؟ وحتى لو بالعياط هو في عياط هيعوض أحمد ابني؟ ما تستعجلوش على عياط، احنا مش هنحس بالفراق دلوقتي لسه، ما تستعجلوش. هو فين ابني عبد الناصر؟ فين؟ عايزه ابص على ابني احمد يا حبيبي، جايلك يا عين امك، جايلك يا حبيبي يا حبيبي يا احمد، جايلك يا حبيبي اهو، انا ما بعيطش اهو، انا جايلك يا احمد، انا جايلك يا حبيبي، جايلك يا عين امك، جايلك يا احمد، جايلك يا عريس. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، قوي يا رب يا حبيبي يا ابني. الرحمن الرحيم. محدش يجي معايا، محدش يجي معايا، هشوف ابني لوحدي. سيبوني
الله أكبر. الله أكبر. اسكت أهل الدولة يا شهيد ناموا الداح وإحنا كملنا الدفاع. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جرى ايه يا اختي منك ليها؟ انتوا هتعرفونا ليه؟ انا مش قلتلكوا قبل كده اللي عايزه تعيط تروح بيتها تعيط؟ قال على راي المثل البقره بتولد، طب الترب يحزق ليه؟ قال تحميل جمايل. لا اله الا الله، مش وقت الامثال بتاعتك يا فاطمه. يا ريت هتيجي على قد المثل يابا، وكتر خير ربنا. الحمد لله كلنا ربنا منزل علينا صبر، عشان احنا ناس عارفين ان ربنا ما يختارش اي حد عنده شهيد. بس اللي مخوفني خايف لامك تكون محمله نفسها فوق طاقتها وبعدين تيجي في الاخر وتنهار لا سمح الله. والله ما انا عارف يا حاج اذا كان الصبر اللي نازل على الواحد نعمه من عند الله ولا يمكن الواحد لسه ما استوعبش اللي حصل ويعلم لما يستوعب ويحصل له. لما تقول كلام زي ده المفروض اقول لك حكم وامثال واحاديث واوعظك، لكن انا مش قادر اقول لك حاجه من ده. انت على حق، لسه قدامنا وقت طويل لما ندرك حجم مصيبتنا. لحد ما يحصل ده املي ان ربنا يلهمنا الصبر. يا محمود يا ابني انت عندك حق والله، الانسان ما بيحتاجش الصبر وقت نزول المصيبه، لكن بيحتاجه بعدها بفتره لما يهدى ويفوق ويستوعبها. لا اله الا الله. وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. هي مين البت اللي مع منى دي؟ دي زميلة أحمد الله يرحمه، وزي ما فهمت من منى إنه كان يا حبيبي عينه منها وبيحبها. يظهر انها تعبت ودخلت ترتاح شويه. شكلها ماما تعبت شويه
دخلت ترتاح جوه. أو يمكن محمود بيوريها أحمد كان عايش إزاي. خصي عليكم، طب مش كنتوا تقولوا لي من الأول مش حبيبة أحمد تبقى حبيبتي برضك؟ شوفوا برضك اللي بيعيطوا دول، ده رايح انت وهي. هو العياط هيرجعوا؟ انطقوا قولوا لي. لو العياط هيرجعوا انا مستعد اعيط والطم واصوت واوريكم مناحي عمركم ما شفتوها ابدا. لو العياط بيرجع اللي مات انا كنت اعيط بقيه عمري كله، ما كانش حد غلب. لو العياط هيرجع لاحمد ده انا ما بطلش عياط ابدا. يا فاطمه العياط يرجعك يا احمد. قومي تعالي ريحي جوه شويه. حتى انت يا عبد الناصر عايز تاخدني على قد عقلي؟ هي الراحه هترجع لي احمد ابني؟ قول قول لي لو هترجعه اخش جوه ارتاح بقيه عمري. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا فاطمه حرام عليكي نفسك. قول لي لو عايز تريحني قول لي ابني اتقتل ليه؟ ها وهات لي حقه. قول لي هو واخوه اتظلموا ليه؟ واشمعنى هم دول عن غيرهم؟ قول لي. مش ولادك بس اللي اتظلموا يا فاطمه، دي بلد بحالها، شعب بحاله بقاله سنين بيتظلم، ومش ابنك بس اللي ضحى، في غيره ألفات قدموا أرواحهم النهارده وامبارح والسنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. شعب بقاله سنين بينزف. ابنك كان ممكن يموت غريق وهو بيعدي البحر هربان من بلده زي أصحاب أخوه، كان ممكن يموت محروق في قطر ولا حتى في مسرح، كان ممكن تتقلب بيه عربية بوجو في طريق خربانة، كان ممكن يسيبه مرض زي اللي صايب الناس كلها. لكن ابنك مات شهيد بيدافع عن بلده وحقه هيجي، والله حقه هيجي. ومين اللي هيجيب لي حق ابني؟ الحكومة اللي قتلته ولا الناس اللي فيها هم مكفيها وفايض؟ أنا اللي هرجع حقه يا ابني. وانت مين اللي هياخد لك حقك يا ابني؟ ما هم قتلوك قبل ما يقتلوه، قتلوا مستقبلك، ضيعوك قبل ما يضيعوا أحمد، وضيعوا أبوك قبل ما يضيعوك انتوا الاثنين. ومش هيبطلوا، مش هيرحموا أي حد يقف قصادهم. مش أنا اللي كنت بقف قصادك لما بتقولي أنا عايزة أسافر وأسيب البلد دي يما؟ دلوقتي بقى لا، أنا اللي بقولك لازم تنفد بجلدك من البلد. أنا اللي بإيدي هديك الباسبورت بتاعك، ما عنتش هخبيه منك ولا هحوشه عنك أبدا. أنا اللي بقولك دلوقتي يا محمود يا ابني لازم تسيب البلد دي، خاف على نفسك منها، دي بلد بتحب عيالها مقتولين. لا يا أم خلاص مفيش هروب تاني، الكلام ده كان زمان قبل ما أحمد واللي زيه ما يصحوا الناس من نومهم عشان يرجعوا بلدهم تاني. والناس ضمت عليهم يا أم ما سبتهمش لوحدهم، ومحدش فيهم هيسيب دم احمد واللي اتقتلوا زيه يروح حاضر، عشان دي اخر فرصه للبلد دي انها تبقى بجد وانها تحب عيالها عايشين مش مقتولين. يوم انا هقطع الباسبور ولغايه ما ارجع حقي وحق احمد انا مش هعيش غير في البلد دي، يا فوق ترابها يا تحتيه مش مهم، المهم ان مفيش هروب تاني. مش همسك العصاية من نص تاني، مش همشي لا جنب الحيطة ولا جوه الحيطة، عشان مش هبقى في حيطة من هنا ورايح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء في حياتكم جميعا وكتاب الله. أنا ربنا أكرمني وصلت بأعجوبة، وكويس إني ما جبتش العيال كانوا اتخطفوا مني ولا حاجة. ربنا يقوينا على المصيبة اللي احنا فيها. الله يرحمك يا أحمد. بس بيقولوا كان في مندسين دول متظاهرين بيقتلوا فيهم، ربنا ينتقم منهم جميعا يا رب. انت جاي توسخ المكان ده يا شافع؟ محمود يا محمود عشان خاطري يا محمود كفايه، محمود عشان خاطري كفايه، بلاش فضايع. ايه يا تحيه لسه باقي عليه؟ عشان عيالك ها؟ طب ايه رايك ان انا اللي هسافر بورسعيد وهجيب لك عيالك منه غصب عنه؟ كفايه ترجع لها فلوسها وعيالها، انت فاهم ولا لا؟ بس خلاص واجبك وصل، اتفضل روح قبل الدنيا ما تليل ويطلع اللي يخطفك ويريحنا من خلقتك. مع السلامة. عاجبك
عاجبك تحيه؟ اخو الصايع رد السجون الهرباني بيدي ايده عليا؟ ماشي يا تحيه، خلي اخوك البلطجي ينفعت. بس محمود عشان خاطري. لا، ورحمه احمد كفايه. عشان خاطري انزل يا شفق دلوقتي، انا جاي اروح معاك. اصيله تحيه. بس اصيله اختي، انا عديها المره دي بس عشان خاطر الحزن اللي انتوا فيه. بس الحساب يجمع بقى يا محمود. ابص ايدك، ابص ايدك. حقك عليا يا محمود. معلش يا اخويا، انا عيالي هناك، عيالي لوحدهم ومش عارفه اقول لهم ايه على امهم. بس اصل هتيجي تاخدني يا محمود انا وعيالي؟ مش كده؟ هتيجي يا محمود؟ خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. خدي بالك، خدي بالك من الراجل الواطي ده. ما تضمنيش ايه اللي ممكن يعملوا فيكي في عيالك. ربنا يصبرك يا حبيبتي على بلاك. ادعي لي يا امي، ادعي لي. قلبي ادعي لك يا حبيبتي. سامحني يابا، انا مستنياك يا محمود. اختك هتستناك عشان تاخدها هي وعيالها وتجيبهم بيتها. بس يا عم، بس يا عم. ايه بتبصولي كده ليه؟ مستغربين؟ ايوه انا جوز اخت تاجر مخدرات. صحيح هو حرام صغير مش حرام كبير، بس صدقوني البلد دي مش هتنضف الا لو كل واحد نضف نفسه من الوساخه اللي في بيته وعيلته وجيرانه وقبلهم اللي جواه. لو كل واحد فينا نظف نفسه من الوساخه اللي في ناسه وشغله واصحابه، البلد دي هتنضف. غير كده يبقى احنا ما عملناش حاجه. زي ما عايزين ننظف من فوق، لازم ننظف من تحت. فين محمود يا حاج؟ قاعد فوق يا ابني مع امه ومع مرات احمد الله يرحمه. في ايه؟ في عربيه شرطه عسكريه واقفه قدام الجامع الكبير. بيقولوا ان جالهم بلاغ، بيقولوا ان في مسجون من سجن وادي النطرون هربان، والمسجون ده موجود هنا ومعهم اسم محمود. اعملها شافعي الكلب. الحمد لله على السلامة يا حمودة. الله يسلمك يا سلام. هروح بقى أنا ألحق أجيب لك ترمس شاي ولقمة تاكلها وشوية بطاطين عشان ما تنشفش بالساعة. ماشي. سلم. ما تقلقش، أنا موضب كل حاجة. Thank you.
يعني ايه تروحوا في وقت زي ده؟ انتوا هتبيتوا هنا الليلات والصبح تتكلوا على الله. لا بس اصل احنا كنا لا اصل ولا فاصل، ده اسمه كلام برضك. تعالي يا حبيبتي، انت اسمك راجيه مش كده؟ بيقولوا لي ان احمد ابني كان عينه منك وبيحبك، صحيح؟ بسم الله عليك، هم ولادي كده ما يقعوش الا واقفين زي ابوهم. بس هو عمره ما حكى لي عنك، اصل احنا دقه قديمه ولادنا بيخافوا يحكوا لنا الحاجات دي. انما يا ريته حكى لي، لو اعرف ان هو هيروح مني، لو اعرف انهم هياخدوا مني كنت سيبته يحكي لي عنك. يا ريته كان حكى لي عنك يا حبيبتي، انا كنت مستعده اجوزه لك. يمكن لو كان خاف على نفسه وفضل جنبك كان ربنا، يا ريته ما كان نزل المظاهرات ولا الزفت. يا ربي ما كلهم بيروحوا. يا استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم يا امي، استغفر الله العظيم يا رب. بص يا امي، انا شايفه ان انا اخد راجيا ومنى ايه بيته معايا في البيت، والاستاذ شادي لما يخلص الصوان بتاع الرجاله يطلع يبات هنا مع بابا وحسين. لا كلهم هيباتوا هنا في البيت، كل اللي حزانه وبيحبوا احمد هيباتوا هنا في البيت. وخليكي في حالك وروحي شوفي عيالك، زمانهم كفروا جيران. تعالي يا حبيبتي، انا بقى اللي هوريكي اوضه احمد. انا وانتي هاخدك في حضني كده وننام على سرير احمد، وعايزاكي بقى تقعدي تحكي لي عنه كل حاجه. كنتوا بتروحوا فين وبتقولوا ايه؟ يا هدى شوفي لهم حاجه يناموا فيها يا حبيبتي. حاضر يا ام. خالتي تعالى يا سالم. عملتوا ايه يا حبيبي؟ الحمد لله خالتي، محمود تمام وفي الحفظ والصون، بس عايزين شويه بطاطين وترم الشاي وشويه اكل بس يكونوا كتار، والاكل بقى يبقى سخن ولع عشان على بال ما هوصل بيه هيكون برد اكيد. هو فين محمود دلوقتي يا سالم؟ محمود لا، ما انا مش هعرف اقول لحضرتك بصراحه. مش هتعرف تقولي ليه؟ هبلغ عنه مثلا؟ لا حضرتك مش هتبلغي، بس ابوكي ممكن يبلغ. تقصد ايه؟ ما اقصدش ولا حاجه، يا ريت بقى تدوني الحاجه دي بسرعه عشان الواد انا سايبه في ورشه المراكب. يخرب بيت نبهتك، ما تدوني الحاجه بسرعه وخلوني انا امشي من هنا، وبعدين انا اصلا مش هلاقي مكان امن من ده اخبيه فيه، والواد لو حصل له حاجه انا هتهمكم فيه. يا اخويا اتنيل على عينك، امسك لسانك، انت اللي عمال يخر عمال على بطال. وقبل ما تتهم حد يلا روح، روح ساعد اللي هناك، يلا على ما نجهز لك كل حاجه. تعالي يا حبيبي، تعالي يا حبيبي احمد. ايه؟ قالوا لي عايزينك في موضوع مهم. معلش احنا رخمين شويه، بس انا يعني قلت اسيب الحاجه تستفرد براجع ويكلمه كده ونيجي يعني نطمن عليك. يا امي عرفت حاجه؟ لا لسه، بس مدام تتكلم مع راجع يبقى اكيد هتعرف. ما تقلقش عليهم يا محمود، دول حابين بعض خالص. يلا يا حوده، يلا يلا لقمه هنا تكفي 100. يلا اساتذه. يا راجل. راجل مين؟ انت لازم تاكل. الله، امال هتجيب حق اخوك ازاي؟ ولا ايه يا اساتذه؟ طب سالم بقى عنده حق، واحنا كمان على فكره جعانين وهناكل معاك. طب يلا يا جماعه بالهنا والشفا عشان يبقى عيش ومرحلة عشان عايزين بقى باشمهندس بعد الاكل واحنا بنشرب الشاي كده نفكر في خريطه الطريق اللي هنمشي عليها الفتره اللي جايه. بلاش موضوع خريطه الطريق ده، خريطه يا باشا على بندور على كنز. يا باشا اساسا بسبب المشاكل اللي انتوا فيها دي كلها الباشا الظابط اللي لفق لكم القضيه. على راي المثل تيجي مع العمي طباط، اهو الكلام اللي قاله سالم ده نفس الكلام اللي كنت بفكر فيه دلوقتي. انا يمكن ما اعرفش اجيب مين اللي قتل احمد الله يرحمه. الموضوع ده مش هيبان غير لما الثوره تكمل والنظام يسقط. ان شاء الله هيسقط.
وهيقعوا كل اللي كانوا ورا قتل الثوار اللي هم قاعة الجمل والايام اللي قبليها كمان. بس يا رب الموضوع ده ما يطولش بس وناس كتيره تروح فيها. مش هيطول باذن الله. انا متفائل خير. اغلب اللي كانوا مصدقين الكذبه اللي كذبها في الخطاب الاخير بتاعت لم انتوي الترشح والكلام الفارغ ده خلاص فهموا بعد موقعة الجمل ان مفيش حل تاني غير سقوط النظام، وان اي قرار هيصدر بعد كده هو مش اكتر من انه مجرد مناوره رخيصه عشان خاطر يرتب اوراقه وهرب فلوسه بره مصر. انا متفائله اكتر منك. انا شايفه يا جماعه ان النظام سقط فعلا يوم 28 يناير. فعلا ملايين الناس اللي خرجت من اهم واكبر محافظات مصر اسقطوا شرعيه النظام. وطبعا النظام هيعمل حركاته، هيرفص ويعافر ويورينا 100 وش ووش عشان يحافظ على مصالحه، بس في الاخر خلصت يعني خلصت. عهد الله انا ما فاهم كلمه من اللي انت قلتيه، بس قلبي مرتاح لك. ربنا يسمع منك، بس انا مش مستريح. انت ليه مش قادر تصدق ان دوله المماليك غارت؟ مين قال لك بس ان ده حصل يا شادي؟ لا غارت يا محمود ومش هترجع تاني. انا عايزاك تتفائل شويه، دي مصر كلها بتتغير يا اخي، حاول تتغير انت كمان. شوف يا منى، انا ما اعرفش اذا كانت دوله المماليك دي غارت ولا لا، ولا اذا كان النظام هيسقط ولا لا، ولا اذا كان الشعب اساسا هيعرف يجيب حقه من اللي قتلوا ولاده ولا لا، بس كل اللي اعرفه ان الضابط اللي ظلمنا انا واخويا لازم يقع تحت ايدي. وده بقى عشان تثبت براءتك ولا عشان تنتقم منه؟ عشان انتقم منه طبعا. قال يعني لو حبيت اثبت براءتي في حد هيصدقني. كانوا صدقوني قبل ما يرمونا في السجن. عشان كده لازم انتقم. الواحد يبقى عمل حاجه واحده صح في حياته بدل كل السنين دي من الفشل. ايه كان بتقول ده بس يا محمود؟ احنا ايه هنختلف من اولها بقى ولا ايه؟ لا ما تزعليش مني بقى. نتفق نختلف مش ده المهم. المهم اللي ظلمني ودمر حياتي ودمر حياة أخويا مش هرحمه. ماشي. طيب أنا بقى مش هسألك هتوصل له أصلاً إزاي وهو متأمن في الجهاز اللي هو فيه وحواليه حراسة صعب لاختراقها أصلاً. بس في الآخر يا حمود أنت هربان ومطارد وهيفضلوا يطاردوك لحد ما يمسكوك. فإيه؟ عاوز تروح لهم برجليك؟ تقع كده في إيدهم فريسة سهلة؟ بص النظام سقط. دي حقيقة. وبكرة تشوف الشعب هيكبر النظام ده ان هو يغير كل عناصر الفساد اللي جواه. ساعتها بس يا محمود هنقدر نثبت حقك. ساعتها بس هنحقق العدالة. هو ده الحل الوحيد. أما نشوف.